نوصل مشاهدينا للأخبار اللي عم تتداول على جميع وسائل التواصل الاجتماعي بي كونكتد. وأول خبر هو حول مهرجانات الأرز الدولية. تم افتتاح مهرجانات الأرز الدولية اللي بتعود للمرة الأولى من 50 سنة، وأكدت رئيسة لجنة المهرجانات النائب ستريدا جعجع للإم تي في أنه من 50 سنة لليوم عم بيحلموا أن يكون في عرس من هالنوع بقضاء بشري. وقبل الافتتاح عبرت النائب جعجع عن أملها أنه ينال للمهرجان إعجاب كل اللي راح يحضروه، وقالت على تويتر: I hope you will enjoy the launching of the Cedars International Festival with وائل كفوري, أليسا, ميشيل فاضل in a while on MTV. هيدي كانت بعض الصور. منذكر أنه النجمة اللبنانية أليسا والنجمة الكفوري والموسيقي ميشيل فاضل هن أحيوا ليلة الافتتاح. سهرة بالفعل كانت رائعة، نقلتها الـ MTV مباشرة على الهواء، يعني كتار منكم قدروا يشوفوها معنا من بيوتكم، وهالشي ساهم أكيد بنجاح هالحدث الوطني الكبير. ضمن الحفل مفاجآت رائعة ومنوعة، من الافتتاح الضخم بالألعاب النارية اللي بتاخذ العقل وضوية السماء، وكمان الميدلي الرائعة لميشيل فاضل، غناء إليسا، وكمان كل حكيوا عن طلتها وأدائها بهالسهرة، وخاصة عبر تغريدات كثيرة على تويتر اللي احتلت كمان الصدارة، وخاصة كمان أنه كانت عددها بالألاف، وصولا لاشتعال المسرح والجمهور بأجمل وأقوى صوت أغاني الفنان وائل كفوري اللي خلتنا كلنا نتمنى أنه هالليلة ما تنتهي. وبالفعل كانت وائل كفوري، وبالفعل كانت سهرة استثنائية. إذن افتتاح مهرجانات الأرز مع الموسيقي ميشيل فاضل، إليسا ووائل كفوري. وين راح تولد الفنانة كارول سماحة؟ كثير منا عم يطرحوا هالسؤال، راح نخبركم هيك تفاصيل صغيرة. انتشرت صورة للفنانة كارول سماحة على مواقع التواصل الاجتماعي من أحد المتاجر الكبيرة، عم تشوفها هون للصورة، هي وعم تشتري تشاي بالأطفال، وعلقوا عليها: كارول سماحة تتسوق لمولودتها. وظهر بخلفية الصورة أنها من داخل مول موجود بمدينة تورونتو الكندية. يعني على الأرجح مشاهدينا كارول سماحة اختارت أنه تولد طفلتها بمدينة تورونتو، والموعد قرب بتصور. وصرحت مؤخرا أنه هي راح تعيد عيد ميلادها مع عائلتها، وهذا بيكون آخر عيد الميلاد لها قبل ما تصبح ماما. من إلا ألف مبروك، وإن شاء الله بتخلصي بالسلامة يا كارول، اشتقنا لك. ننتقل لخبر عن الممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، كمان مش بعيد عن أجواء كارول. نشرت المخرجة اللبنانية نادين لبكي عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة لها وهي حامل بطفلة الثاني. كتير حلوة هالصورة، كتير لبق للحمل. وعلقت على الصورة: هيدي منا مخدة، هيدي معجزة، معجزة الحياة عم تتكرر للمرة الثانية. ومذكر أنه نادين متزوجة من المؤلف الموسيقي خالد مزنر، وعندهم سوا طفل. ألف مبروك لك نادين، وكمان من لك إن شاء الله بتخلصي بالسلامة. خلينا ننتقل لخبر عن الفنان جو أشقر. بظل تراجع الكليبات والحفلات الفنية بالفترة الأخيرة، الفنان جو أشقر عم بيستفيد من كل فرصة بتزيد من نجاحه وخبرته. وقال: أنا ممثل بارع، ومن الطبيعي أنه يبحث الفنان عن الظهور بأعمال بتزيد من تقدمه وبتضيف إلى رصيده الفني. وكشف أنه عم بيستعد حالياً لدخول السوق المصري، ومحضر لنا 6 أغنيات باللهجة المصرية. أنا كتير حابة أسمع جو باللهجة المصرية، مع العلم أنه جو حقق نجاح كتير كبير بمصر مع أغاني لبنانية نجح فيها هون وبالخارج، خاصة أغنية حبيبة قلبي. من جهة أخرى اعترف جو أنه ما بيعمل حسابات قبل ما يصدر أي أغنية، فهو بيعتمد على إحساسه لاختيار العمل. وقال: ما عملت حسابات وما فكرت كثير قبل ما قدمت أغنية أنا وياكي، سمعني إياها الملحن، حبيتها وقدمتها، بتبع إحساسي وبقرر بسرعة. وختم جو أشقر بقول أنه بينبسط كثير لما بيلتقي بجمهوره بالنادي الليلي الخاص فيه. ننتقل لخبر كمان عن الفنانة اللبنانية شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم. طرحت الفنانة نجوى كرم رسمياً عبر قناة لايف ستايلز على موقع يوتيوب أغنية سيد الرجال الجديدة بعد ما تم تسريبها من يومين. وبذكر أنه هالأغنية هي من كلمات نجوى كرم، ألحان جورج مارديروسيان،
توزيع عمر صباغ وماسترينج لتوني سيبا. خلينا نسمع سوا مقطع منه جاهز المقطع نرجع له. طيب ردي صار جاهز. مقطع سيد الرجال للفنانة نجوى كرم. ما حب الكذب ولا فنون ولا لف ولا دور، وحب العشق بأصوله بشروطه على نور. لا تخسر كلمتك، لا تخسر غيبتك، لا ينفع جمالك ولا مالك ولا وعودك ولا ندور. سلمني قلبك تسلم، ما بأمن لا ولا رجال، ما تعمل حالك معلم، أنا ما بمشي ورا دجال. لشمس الأغنية اللبنانية على هالعمل الجديد، وإن شاء الله بتشوف النجاح على وجه هالأغنية. بننتقل لخبر عن فنانة لبنانية كمان كلنا بنحبها وهي النجمة هيفا وهبي. نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، تظهر خلاله أن بإجازة، وعلقت على الصورة راحة البال فاتنة في أعماق البحار عطلة المزاج. وكانت هيفا شاركت مؤخرا ببطولة مسلسل مولد وصاحبه غايب ومسلسل مريم، واثنيناتهم شفناهم خلال شهر رمضان المبارك، وبتصور تعبت كثير بالفترة الأخيرة خلال تصوير هالعملين، فأكيد بتستحق هالإجازة وإن شاء الله بترتاحي هيك كلياً لترجعي لنا بأناقة وجمال جديد. ننتقل كمان عن خبر لقيصر الأغنية الفنان كاظم الساهر. نشر الفنان كاظم الساهر على صفحته الرسمية على الفيسبوك صورة لحفيدته سنة، شو حلوة، وهي وعم بتبوسه. وكتب قيصر الغناء العربي على الصورة: سنة تقبل جده كاظم. وأكيد ما في شك أنه لقيت نجاح أو إقبال كبير عند جمهور كاظم الساهر الكبير هالصورة، وأكيد كلهم تمنوا له لحفيدته طولة العمر. نرجع لمصر ولأحد أهم نجوم الشاشة المصرية القديمة اللي عم بتجدد إذا بدكم نشاطها. نادية الجندي بتعود سينمائيا بعد غياب حوالي 10 سنين عن الأعمال السينمائية. قررت الممثلة المصرية نادية الجندي تعمل كومباك أو العودة من خلال فيلم جديد. وبهالمناسبة عم تعمل اجتماعات عديدة مع المنتج محمد مختار للاتفاق على تفاصيل العمل الجديد اللي بعده بمرحلة الكتابة، وهو بيروي حياة المستشارة تهاني الجبالي أول نائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، واللي خاضت حرب شرسة ضد جماعة الإخوان المسلمين. من المتوقع أنه يبدأ تصوير هالفيلم قبل نهاية السنة، وأكيد كلنا ناطرين تنشوف الممثلة نادية الجندي على الشاشة الكبيرة. أنا شخصيا بتذكرها لما كنت صغيرة، كانت أثرت كتير فيي بفيلم الباطنية، من أروع الأعمال اللي قدمتها. خلينا ننتقل لخبر عن الفنان اللبناني العالمي مساري. كشف النجم مساري بمقابلة صحفية عن تحضيره لألبوم جديد بيتضمن مفاجآت عديدة لجمهوره بالعالم العربي والغربي. وقال مساري أنه ألبوم الجديد رح يكون باللغة العربية والإنجليزية، ورح يغني فيه ديو مع فنانين عرب وأجانب. وبقول مساري أنه حلمه تحقق أخيرا، لأنه رح يغني ديو مع الفنان راغب عليمي بأغنية اسمي حبيبك.
هالاغنيه بيقول انه بالفعل حلمه تحقق لانه كان بيتمنى هالتعاون من زمان ولكن الظروف منعتهم من تنفيذه. وكمان راح يجتمع النجم مساري بيجو مع الفنان ملحم زين اللي بيعتبره فنان انساني بيملك صوت رائع وبيعتبره مثل خيه وبحبه كثير. قبل ما نختم من جهة أخرى عم بيتحضر النجم مساري لعمل سينمائي جديد بيعتبره إضافة لمسيرته الفنية وبيقول أنه بدي عمل سينمائي ما بكرر القصص العربية اللي تعود عليها الجمهور، بده عمل سينمائي بيقدم قفزة قوية من خلاله. نحن بنتأمل لمساري أنه يحقق هالحلم كمان إن كان موسيقيا أو على الشاشة، ناطرين كل أعمالك الجديدة. هيدي كانت أخبارنا لليوم مشاهدينا بكونكتد، بريك قصير ومنرجع. Oh,